مرحبا جميعا، اسمي باسمة وحابة أرحب فيكم بمرسم باسمة أو باسمز أتليه. هو حيز صغير وكبير من حياتي بنفس الوقت، بس هو حيز دافي وعزيز على قلبي كتير. أنا كتير بحب الفن وكتير بحب القراءة والكتابة، وبتستهويني الطبيعة جدا، فبحب أمشي تحت المطر والشجر وأي إشي ممكن يلهمني. رح أحاول من خلال الفيديوهات اللي بصورها إني أعبر عن هاي الأشياء وأشياء أكتر، بس بالأغلب رح أعرفكم على شغفي الحالي واللي هو صناعة المفكرات أو الدفاتر اليدوية. من حوالي السنة وشوي تعرفت على إشي اسمه الجونك جورنالز، واللي هي عبارة عن المفكرات المصنوعة يدويا من الأشياء اللي بتكون عنا بالبيت. وأنا شخصيا من وأنا صغيرة كتير ما بحب أني أرمي الأشياء، وفعليا ولا إشي، حتى التاجات اللي بتكون على الأواعي عندي مقلمة كاملة مليانة منهم. أنا ما بحب أرمي هاي الأشياء لأني بعتبرها إشي معنوي أكتر منه مادي، فلما تكون الشغلة اللي عندي حلوة أو فنية بأي طريقة وبتذكرني بلحظة معينة أو شعور ما، فأنا ما بحب أتخلص من هذا الإشي. ودائماً بشوف إنه الأشياء إلها استعمال تاني، بس ما قدرت أوظف هاي الشغلة وكل الكراكيب اللي عندي قبل هاي السنة. لما تعرفت على كيفية صناعة الدفاتر أو المفكرات اليدوية، عرفت كيف ممكن أوظف كل الكراتين المليانة ذكريات اللي عندي بالبيت. وبعد خناقات كتيرة مع أهلي على هاي الكراكيب اللي معبية البيت، قدرت أخيراً إني أستخدمها من خلال صناعة إشي جديد، واللي هو هاي المفكرات. هو إشي جديد، إشي حلو ومستعمل بنفس الوقت. بتمنى تلاقوا في فيديوهاتي إشي جديد حلو أو مفيد، وبشوفكم في فيديو جديد قريباً.